السلام عليكم. الأرض تدخل في عصر جليدي جديد. فمنذ بداية سنة 2019، علماء أكدوا أن الأرض تدخل في واحد العصر جليدي جديد، وغيكون مصغر ماشي بحال كاع العصور الجليدية اللي فاتت، اللي كانت 1650 و 1750. فشنو هو هذا العصر الجليدي؟ الأرض كتقد تدخل في واحد البرودة، ماشي ما كتبقاش الحرارة ديال الصيف كما كانت، وكتنخفض درجة الحرارة ديال الأرض. والمدة اللي غادي تنخفض فيها درجة الحرارة وندخلو في هذا العصر الجليد المصغر قالك تراوح بين 2000، تكون بين 2020 حتى 2050. شنو هو السبب ديال هذا العصر الجليدي المصغر؟ فالسبب المباشر اللي لامشت العلماء والباحثين قالك الشمس هو السبب، بحال النشاط الإنساني، دوك المعامل والمصانع والسيارات والغازات السامة، فهي أيضا كترفع من درجة حرارة الأرض. فالعلماء قالوا بلي الشمس عندها واحد النشاط، هذا النشاط تيطلع حتى الفوق وتعاود يهبط، حتى درجة الحرارة كتطلع أعلى درجة وكتهبط وكتعاود تهبط لأدنى درجة حرارة. مش عندها واحد النشاط اللي سميتو نشاط نووي، كاع الناس اللي قراو الفيزياء النووي غادي يفهموا هذه القضية. فالشمس عندها واحد النشاط ديالها اللي هذا النشاط كيكون في 11 سنة. فهاد 11 سنة هذه الأرض كتطلع لأعلى مستوى ديال النشاط ديالها وكتعاود تنخفض، كيبقى يهبط يهبط يهبط، كتكون في انخفاض كينقص داك النشاط اللي كيتسمى السبات ديال الشمس. فالشمس ما كتبقاش دير خدمتها كما كانت قبل، كتنقص في الخدمة ديالها. وقالوا أيضا أن فصل الصيف غادي ما يبقاش فصل ساخن، غيولي معتدل. وشنو دابا، واش نوجدو مونطويات وكاشات ونلوحو الحوايج ديال الصيف ولا؟ فالله اعلم، ما عرفناش لحد الان. كاين علماء اخرين كيزيدوا ياكدوا هذه القضيه بلي حنا داخلين في سبات ديال الشمس. فايضا هادشي ديال كورونا، العالم اللي صد المعامل والمصانع وحبسوا بزاف ديال التلوث، ما بقاش الاشجار، الطبيعه عادت كما كانت. فهادشي غيساهم حتى هو في الجو، غادي يرجع لطبيعته. فالشمس كانوا فيها بحال واحد الامواج كيبقاو يطلعوا وكيهبطوا لتحت، عاوتاني داكشي اللي الفوق كيهبط لتحت تيسخن ويعاود يطلع هكا، واحد النشاط كيكون مرتفع وكتكون حرارة عندنا حنايا في كوكب الارض. فبحال اللي جبتي كاسرونة ديال الماء ودرتي فيها الماء سخنتيه، فداك الماء باش يغلى تيغلى داك لتحت والفوق تيبقى بارد، اش كيطرى؟ كيبقى يتقلب، كتشوف واحد الحركة كتكون في الكاسرونة، كيبقى يتقلب داك اللي الفوق تيهبط لتحت باش هكا يكون الحرارة بحال الفوق بحال تحت. فالشمس أيضا ملي كتكون في أحسن نشاط ديالها كيبقى يطلع داكشي اللي كاين من تحت، دوك الغازات ودوك كيبقى يطلعوا من تحت حيت سخون، لتحت سخون تيبقى يطلعوا للفوق باش يهبطوا داكشي اللي الفوق يهبط لتحت. فهكذا الشمس كتبقى بنفس الحرارة في الشمس كاملة. فالشمس ملي كينقص النشاط ديالها هاد التفاعلات كتنقص، ملي كتنقص الحرارة ديالها كتبدا الشمسية ودوك العواصف الشمسية كينقصوا. من سنة 2012 كان داك النشاط ديال الشمس مرتفع، كان هكا بدا غادي غادي غادي، حاليا في 2020 داير بحال هكا، غادي هواد 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 حتى ل 2000، قالك من بين 2020 حتى ل 2050. من هنا تبدا داك العصر الجليدي. فالعصر الجليدي ماشي غادي يجي وبان في خطرة، خاصو الوقت بزاف باش عاد غيبان. فالله اعلم. بالنسبة لي حتى انا 2020 جاتني باردة مقارنة مع سنوات أخرى، حتى الصيف كاينة برودية بزاف في الليل وبزاف د البلايص وقعوا فيهم فيضانات، المناخ بدا كيتبدل. حتى هادشي ديال كورونا راه ساهم، حيت المناخ بدا كيرجع كيما كان، مبقاش داك الاحتباس الحراري، كاع داكشي اللي كانوا العالم باغيين تيديروا مؤتمرات ويبغاو يشوفوا شي حل، جات كورونا هي اللي كانت حل، والمناخ الحمد لله رجع كيما كان. فالله أعلم. غنخلي لكم المراجع لتحت اللي بغى يزيد يقرأ على هادشي مزيان، ولا عجبكم نديرو حلقة تانية نديروها. فشكرا إخوان، وفي حلقات أخرى.